محمود ابو زيد علي السعديه مركز فايد محافظه اسماعيليه. انا عجوز مشجع الاسماعيلي وبعشق نادي الاسماعيلي، ولادي كلهم بيعشقوه وهي دي لقمه عيشي، وانا راجل طالع من الجيش مصاب وبعت لكل مسؤول في جمهوريه مصر العربيه مفيش حد رد عليا. ايه رايك اللي بيحصل في النادي؟ والله العظيم ثلاثه ده خراب وتخريب، مش عارف مين السبب فيه. انا نفسي اعرف مين السبب في التخريب ده عشان ناكل كبد، لان الفريق ده احنا بنعشقه. اسماعيليه دي في دمنا، بتسرف دمنا، عامله زي مصر، مصر مهما يعني تيجي علينا احنا برضه بنعشقها، بنعشق الدراويش زي مصر. وانا شايل علم الدراويش اهو، علم مصر كان بمجدي، لان انا بعشق مصر، بحب مصر، رغم ان انا حقي ضايع نفسي خمسه عليا، بقول لواحد منهم من حوالي اسبوع، انا بص يعني من اسبوع بكلم واحد منهم بقول له يعني مزعلنا يا دراويش، بيقول لي ايه يعني ما تزعلوا هنعمل لكم ايه؟ والله لو اعرف اسمه انا كنت قلت لك على اسمه دلوقتي. ده واحد من اللعيبه؟ واحد من اللعيبه، حتى شعره واقف، موقف شعره كده شويه. والله العظيم يا سعاده الرئيس بجيب شويه البضاعه من الناس عشان اكل عيالي منهم واعيش بما يرضي الله. عايزين حد يراعي ربنا في نادي الاسماعيلي ده، لان مش الشغلانه دي على قدكم انتوا بس يا لعيبه الاسماعيلي، ده في ناس كتير بترجع من وراها. يعني في ناس كتير بتستمتع من الاعلام والاستيكرات ومن المدادات ومن الحاجات اللي احنا بنعملها دي، والشعارات والحاجات يعني كل حاجه بتتعمل ناس كتير بتاكل من وراها عيش، فانتوا مش على قدكم انتوا بس، ناس بتاخد ملايين وتدوس عليها برجليها، وناس مش لاقيه ملايين تعيش بيها. دع ربنا فينا يا لعيبه الاسماعيلي. انا بكل ما اسال حد جوه النادي اقول له العيب عند مين؟ يقول لي انا بصراحه اللعيبه هي اللي بيبقى متواطئه. اربع ماتشات يتغلبوا ورا بعض ما يرضيش ربنا، والله ما يرضي ربنا. دع ربنا فينا يا لعيبه الاسماعيلي.